من النهاردة ما تقولش في حاجة اسمها مستحيل. مع هذه الصورة العظيمة من قصار الصور، أنت بإذن الله سبحانه وتعالى على موعد مع تحقيق كل الأمنيات أيا كانت بفضل الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بخير يا أمة الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر ربيع الآخر من عام 1446 من هجرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذا الشهر العظيم الذي له أيضا فيوضات وأنوار وبركات ودعوات مستجابات بإذن الله سبحانه وتعالى. وأذكركم إن شاء الله بإذن الله بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله خير خلق الله شفعنا حبيبنا طبيبنا تاج رسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإنني أسمع الصلاة بأذني وأرد السلام بلساني. كمان قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد السلام عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في ليلة الجمعة أو قال في يوم الجمعة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 منها من حوائج الدنيا و70 منها من حوائج الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تنسوا أيضا سورة الكهف، اقرؤوها في هذه الليلة أو في يوم الجمعة بإذن الله، فإن لها من الأنوار ما لا يعد ولا يحصى بإذن الله سبحانه وتعالى، نور وسرور وفرح ما بين الجمعتين بإذن الله سبحانه وتعالى وحفظ بإذن الله. يلا بينا نبدأ الطريقة اللي هنقرأ بيها الفائدة هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، هي سورة من قصار السور بإذن الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم. إذا قرأناها في ليلة الجمعة الأولى من شهر ربيع الثاني أو في يوم الجمعة أو في أي يوم كان تشاهد فيه هذا الفيديو، في أي يوم من عمرنا كله نقدر نقرأها أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى، شرط وضع النية في البداية. ننال بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تحقيق كل ما نريد من الألف إلى الياء سريعا بإذن الله. ويأتينا مال كثير، مال كثير، رزق وفير من حيث لا نحتسب بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس اليوم. نفس اليوم يعني إيه؟ يعني خلال 24 ساعة إن شاء الله بإذن الله. وإن تأخرت هيجيلك بإذن الله أكتر وأكتر ثقة في الله سبحانه وتعالى، هتشوف كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. كمان بإذن الله سبحانه وتعالى تسمع خبر سعيد بعدها مباشرة بإذن الله، يعني هتقرأ هذه السورة وتنتظر الخبر السعيد إن شاء الله بإذن الله اللي أنت بتتمناه من قريب أو من بعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الملخص بقى ان هذه الصورة معها كل شيء. يلا بينا نبدأ الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى. توضأ، تعطر برائحة جميلة، قبلها بشوية خلي بالك ليك بابا ماما والدك والدتك أخوك أختك، لو انت مقاطع حد صالحه، لو انت ما اطمنتش عليهم اطمن عليهم، أو لو ما لحقتش النهاردة اطمن عليهم الصبح. أنا بقول لك أهو دي الشروط الأساسية، ولو في بينك وبين حد عداوة أو شقاق وانت شايف ان انت جاي عليه صالحه، أنا بقول لك عشان تعمل معاك الطريقة. الله رب قلوب يعلم قلبك، تمام كده؟ تمام. ونقرأ إن شاء الله بإذن الله بعد الوضوء والتطيب رائحة جميلة واستقبال القبلة ووضع النية. أنا قلت إيه؟ كل ما تريد، حط أي حاجة تيجي في بالك في خيالك، حط النية واقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني زي النية، النية طبعا بالقلب، قول يا رب بلسانك كمان، يا رب نويت قراءة، ربنا يحب يسمعك لا تبخل،
يا رب نويت قراءة سورة النصر المباركة العظيمة بنية مثلا الزواج، الشفاء، الصحة، العافية، السفر، الحمل، الإنجاب، التفوق، نجاح أبنائي، نجاح كذا، أي حاجة تحبها إن شاء الله بإذن الله. تمام، أنا بقول أي حاجة عشان ما حدش يقول لي إيه وإيه وإيه، كل حاجة. فاللهم ارزقني بسرها ما أريد، وأقوم بادئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نرددها بالعدد 40 مرة، وهذا العدد فيه سر، والسر يعلمه الله سبحانه وتعالى، وفيه تحقيق كل ما تريد. حد دلوقتي بيقول اشمعنى 40؟ تاني هقولها للمرة، يعني مش عارف المرة كام، بس اقول مثلا المرة 1000. العدد 40 ده من عند الله، انا ما اقدرش احطه، ولا انت تقدر تحطه، ولا غيرك يقدر يحطه. ده يعني رزق من عند الله سبحانه وتعالى، يعطيه من يشاء من عباده الصالحين، ربنا يجعلنا منهم. تمام، فانت لو انت من الصالحين كنت عرفت السر ده، زي ما الصالحين ربنا أكرمهم به من الأولياء والعارفين برب العالمين سبحانه وتعالى. وبأكد لك، والله الذي لا إله إلا هو، هذا من عند الله رزق مبارك، إن صدقته وعملت به وأنت واثق في الله تنال ما تريد. إن عملته بالشك والريبة ولست متأكد وبتعمله هعمل وخلاص، لا، انت لازم تصدق الاول علشان تعرف ان ده كتاب الله وكلام الله وصور من عند الله سبحانه وتعالى. فلو عملتها وانت واثق نلت 40 مرة بثقة ويقين، ومتأكد ان حاجتك هتتحقق، متأكد ان حاجتك هتنقضي، لان الله قادر، حتى لو كانت من زمن الزمن 40 مرة. وبعدها مع البسملة في كل مرة، وندعو الله سبحانه وتعالى بعدها بما نحب ان شاء الله بإذن الله، نقدر نعملها ونقول يا رب بسر سورة النصر وما فيها من أسرار وأنوار، رزقني كذا وكذا وكذا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقدر تعملها لمدة 3 أيام متتالية بإذن الله، وإن استمرت أسبوع هتشوف حاجات كتير قوي 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 ما كنتش توقعها بإذن الله. بس نظف قلبك بالله عليك من الحقد والغل والحسد، ما تعملش ذنوب الأيام ديت، ارجع إلى الله، احنا كلنا محتاجين نرجع الأيام دي بشدة بشدة، ارجع إلى الله علشان تنال بإذن الله سبحانه وتعالى الحفظ والوقاية والسلامة والأمان والنصر والهيبة والعز وكثرة الأموال والبركة والكلام ده كله إن شاء الله بإذن الله. وتنفع في العذور الشرعي، نقرأها بإذن الله من الهاتف المحمول بعد الوضوء والتعطب رائحة جميلة واستقبال القبلة، علشان خاطر المرأة في العذور الشرعي بتكون عندها طاقة سلبية يعني هدامة، فأنت بتبني أكتر جسمك وتبعده عن الكسل والخمول وكل الحاجات دي بالوضوء ان شاء الله. بالنسبة للمرأة ان شاء الله نقدر نعملها في اي وقت من اليوم، ونقدر نعملها بنية شفائنا، شفاء ابنائنا، شفاء ابائنا، شفاء امهاتنا، نجاح كذا، قلب الرزق، قلب الغائب، قلب الحبيب، قلب المودة، الصلح، النصر، 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 اللهم انصرنا يا رب العالمين على الاعداء والمنافقين والصحراء.